السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ مصطفى أول. وحياك يا أخي. وحياك يا أخي. والله أن ينفع بعلمك. ولك ابن مثل. تفضل. أخي مصطفى معك أخوك من المغرب، هذا سؤال لو تكرم. تفضل. بالنسبة هل يجوز إعطاء زكاة الأب لابنه مثلا؟ إذا كان يعيش في معيشة مستقلة وهو فقير من المصارف لا بأس، أما إذا كان يجوز إذا انتهى الولد من المرحلة التي يجب على الأب الإنفاق عليه فيها، بمعنى إذا كان يلزمني الإنفاق على ولدي وهو في الصغر وعلى عفوا يا أستاذ، أنا أقصد الابن لأبيه، يعني زكاة الابن يعطيها لأبيه. لا يجوز للابن أن يعطي زكاة ماله لأبيه. كيف ما كان الحال؟ لأنه يلزمه الإنفاق عليه. جزاك الله كل خير. سؤال.